هنأ وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس مصر على النجاح الباهر في تنظيم قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن مصر قامت بعمل رائع في قمة المناخ. أريد أن أهنئكم على نجاح انعقاد قمة المناخ العالمي في تلك الأيام السابقة. لقد كان هناك دعم رئيسي لكثير من البلدان في هذه القمة، ومصر وأنتم بصفتكم الشخصية قمتم بأداء رائع ودور نموذجي، وهذه فرصة رائعة لكي نناقش اليوم التطورات الإقليمية والوضع الهش في ليبيا. وأطلعت معالي الوزير بتطورات الأحداث في ليبيا، وكذلك كلانا اتفق على وضع ممثل للحكومة الليبية.